بسم الله بسم الله تمارين حول درس العمليات على الأعداد الصحيحة والأعداد العشرية لمستوى السنة الأولى إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 10، أكتب على شكل مجموع ما يلي. هنا عندنا جدا 15 في بين قوسين A زائد 7، سنكتبها على شكل مجموع. كذلك هذا الجدا اللي هو بين قوسين 19 زائد A في 7 سنكتبه على شكل مجموع. ثم 2.5 في بين قوسين 2 A زائد 8، وأخيرا 36 في بين قوسين A زائد B زائد 4. يلا أنقل التمرين في دفترك ثم أنجزه. سنلتقي بعد قليل لتصحيح. يلا نبدأ بالتصحيح. لنكتب ما يلي على شكل مجموع. 15 في بين قوسين A زائد 7 يساوي ماذا؟ نعم، يساوي 15 في A زائد 15 في 7، هكذا 15 في A زائد 15 في 7، أي 15 A زائد، ثم نحسب هذا الجداء أي 105. وهكذا كتبنا الجداء على شكل مجموع. نمشيو للمثال الثاني، بين قوسين 19 زائد A هكذا في 7، كذلك نحول هذا الجداء إلى مجموع. إذن 19 نضربها في 7 ثم A نضربها في 7، إذن تعطينا 19 في 7 زائد A في 7. 19 في 7 تساوي 133، و A في 7 يمكن تبسيطها كذا فتكتب 7 A. نمر الآن، سننشر هذا الجداء 2.5 في بين قوسين 2 A زائد 8. إذا غادي ناخذ 2.5 ونضربه في 2 A، ثم ناخذ 2.5 ونضربه في 8، هكذا 2.5 في 2 A زائد 2.5 في 8، 2.5 في 2 A أي 5 A، و 2.5 في 8 أي 20. نمر يلا نمشيو للجداء الأخير، 36 عامل ل A زائد B زائد 4، أو 36 في بين قوسين A زائد B زائد 4. إذا غادي نأخذ 36 ونضربها في A، ثم ماذا؟ نعم، ثم نأخذ 36 ونضربها في B، وأخيرا نأخذ 36 ونضربها في 4. إذن فنكتب 36 في A زائد 36 في B زائد 36 في 4، هكذا أي 36 A زائد 36 B، ثم نحسب الجداء الأخير اللي هو 144، وتبقى الكتابة على هذا النحو. انتهى هذا التمرين من إعداد أستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. إلى اللقاء.